في هذا الفيديو راح اشرح ايش الفروقات بين التوزيع وبيئة سطح المكتب، فخلوكم معايا. السلام عليكم، معكم اخوكم محمد بلوشي. وقبل لا ابدا الفيديو، اذا عجبك المحتوى حقي وتعجبك القناة حقتي لا تنسى السبسكرايب، لانه اغلب الاحيان لما يعني انت مثلا تعجبك القناة او يعجبك المحتوى تنسى تسوي سبسكرايب او تنسى تسوي لايك، فهذا يعني زي التذكير لكم. فنبدا بايش الفرق بين سطح المكتب او بيئة سطح المكتب والتوزيع. جاتني اسئلة جدا كثيرة تقول لي ايش افضل توزيع بالنسبة لي او بالنسبة لك، وايش مثلا الفرق بين اوبونتو ومنجارو وارج مثلا، وايش الافضل بينهم. ولكن الان حقول يعني مثلا ايش التوزيع. التوزيع هي نقطة بداية فقط لا غير، هي بس تعطيك الاساس اللي انت مفروض تبني عليه، لانه في لينكس في يعني خيارات جدا كثيرة. يعني تقدر تخصص السطح المكتب حقك او التوزيع حقتك من يعني اكبر كبيرة، يعني مثلا البيئة بكامل، واصغر صغيرة مثلا اي شيء، مثلا اعدادات صغيرة او اي شيء. في لينكس تقدر عندك خيارات جدا كثيرة لكل شيء. واصلا يعني مثلا حقين التوزيعات اغلبهم انه يعني يتوقع منك انه انت تخصص السطح المكتب بنفسك او التوزيع بنفسك. في نوعين من التوزيعات، توزيعات يعني مثلا رولينج ريليس، يعني تنزيل التحديثات تنزل لها اول باول، مثلا زي ارتش ومنجارو. هذه التوزيعات يعني مثلا فايرفوكس او النواه حقت لينكس نزل لها تحديث على طول تنزل لك، يعني ممكن في يوم او يومين. ولكن في ناحيه اخرى توزيعات مثلا زي اوبونتو، هي يسموها ستاتيك ريليس، اللي يعني مثلا كل 6 شهور ينزل تحديث كبير، يعني يجي ب يعني نسخه جديده من النواه، نسخه جديده من بيئه سطح المكتب وكذا. ولكن برامج على عاديه حتنزل لها تحديثات. يعني مثلا انا ضربت مثال في ارش لينكس، يعني فايرفوكس، يعني حتى فايرفوكس على اوبونتو حيتنزل لك التحديثات حقته اول باول. ولكن اشياء كبيره ومهمه زي النواه وبيئه سطح المكتب حتنزل لك كل بعد فتره. فبناء على هذا الشيء انت مفروض تختار التوزيع اللي يعني تناسبك، اذا انت تبغى تحديثات اول باول او تبغى تحديثات يعني كل بعد فتره. وكلها لها سلبياتها وايجابياتها، وهذه الاشياء ذكرتها في ذاك الفيديو اللي مره ثانيه مفروض انه يعني اشوف انك تشوفه بعدين تيجي تشوف هذا المقطع. بيئات سطح المكتب على لينكس هي تقريبا يمكن 5 أو 4 أو 3 هي المهمه. يعني عندك جنوم وكي دي اي في نظري هي اهم 2، ولكن في ناس تانين يعني تعجبهم مثلا سينمون، تعجبهم ديبن، تعجبهم بادجي، تعجبهم اكس اف سي اي وغيرها. ولكن في نظري اهم 2 اللي هي كي دي اي وجنوم، لانه كي دي اي تعطيك تجربة مستخدم مثل ويندوز، فاغلب الناس اللي جايين من ويندوز حي يعني يفضلوا استخدام كي دي اي. ولكن للناس اللي يستخدموا ماك او اس بكثره يعني حيكون جنوم اريح لهم وافضل لهم. ولكن هذا ما يعني انه اذا انت كنت مستخدم ما ويندوز يعني المفروض ما تستخدم جنوم. انا يعني كنت استخدم كي دي اي ولا انا استخدم جنوم، وكلهم في نظري يعني بيئات سطح مكتب جدا سلسه يعني تعطيك الشيء اللي انت تبغاه. والشيء لازم تعرفه اذا انت كنت مستخدم جديد للينكس، انه بيئه سطح المكتب هي نفسها في كل توزيعات لينكس، بس الفرق الوحيد انه الثيم او مثلا الايقونات حقت البرامج غير، او مثلا اشياء معينه بسيطه هم عدلوها فقط لا غير. هذا الشيء اللي هم مسووه. يعني انت لما تيجي تختار مفروض التوزيع ما تختارها عن شكلها، لانه انت حتقدر تغير الشكل. يعني ممكن تحتاج يمكن 10 دقائق او 20 دقيقة حتى تغير الشكل وخلاص انتهى، وتقدر تكمل استخدامك للتوزيع. والشيء اللي يعني جميل في لينكس انه يعني الثيمات والايقونات كلها مفتوحة المصدر، يعني تقدر تثبتها على تقريبا كل توزيع. ففي النهاية التوزيع هي الاساس، وهي اللي مثلا اذا تعطيك مثلا ستاتيك ريليس او رولينج ريليس ايش اللي انت مثلا يناسبك، وايش البرامج اللي هي تقدمها لك واللي تكون هي موجودة في يعني التوزيع بنفسها من دون ما انت تروح تثبتها عن طريق جيتهوب او شيء زي كذا. فهذا الشيء اللي انت مفروض يعني تنتبه لها وتختار التوزيع بناء على هذا الشيء. اما البيئة مرة ثانية هي شيء فوق التوزيع، والشيء اللي انت مفروض يعني ما تختار يعني التوزيع بناء على البيئة، لانه هي في النهاية ثيم، وتقدر يعني تضبط الثيم في كل محل يعني مثلا مستخدم فيه له هذه البيئة سطح المكتب. يعني مثلا اذا انت تستخدم فيدورا هم يستخدموا جنوم، تقدر يعني تستخدم الثيم يعني مثلا اللي مستخدم في فيدورا
تقدر تستخدمه في منجارو إذا كان منجارو بنسخة جنوم أو أي توزيع ثاني بنسخة جنوم. وهذا شيء ينطبق على KDE وأغلب البيئات سطح المكتبة الثانية. اكتبوا لي إيش البيئة سطح المكتبة المفضلة لكم، وإيش التوزيع اللي أنتوا تستخدموها، وبناء على إيش أنتوا اخترتوا هذا التوزيع، اخترتوها على بيئة سطح المكتب وشكلها أو الميزات اللي تقدم لك هي هذا التوزيع. إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب والشير، وإذا تبي تكون جزء من مجتمع يعني أو جروب يتكلم عن أحدث الأخبار في لينكس والأشياء المهمة اللي صايرة في لينكس، أنا سويت قناة أو جروب على التليجرام، تقدر تنضم عليها، تقدر تنضم لها على هذا الرابط اللي موجود في الديسكريبشن. كان معكم أخوكم محمد البلوشي، والسلام عليكم.